بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة اليوم إن شاء الله راح نتعلم تصميم الون واي ريبد سلاب، الأسقف المفرغة ذات الأعصاب في اتجاه واحد. بعد ما تعلمنا في المحاضرة السابقة تصميم الون واي سوليد سلاب، الأسقف المصمتة ذات التحميل في اتجاه واحد. الون واي ريبد سلاب تعريفها: الريبد سلاب consists of regularly spaced ribs cast monolithically with topping slab on top of these ribs. عبارة عن مجموعة من الأعصاب، هذه الأعصاب موزعة أو تبعد عن بعضها مسافات متساوية، بتنصب في نفس الوقت هذه الأعصاب مع خرسانة أعلى هذه الأعصاب اسمها التوبينج سلاب. هولو بلوكس، الأحجار، أحجار الريبس made of lightweight or normal weight concrete. هذه الأحجار ممكن تكون مصنوعة من lightweight aggregate وبالتالي بنقول عنها lightweight hollow block، أو بتكون normal weight اللي هو الوزن الأحجار الريبس العادية. هذه الأحجار are arranged between these ribs، ممكن تكون أو بتكون مصفوفة بين الأعصاب. Or the voids between the ribs are left out without filling material. ممكن هذا النوع من الأسقف إنه ينترك الفراغات بدون تعبئة، بدون ما ينحط فيها الهولو بلوكس، وبالتالي بتترك كفراغات في الأسقف. The use of these blocks، استخدام هذه البلوكس في الأسقف الريبد سلابس is for architectural consideration، لأغراض معمارية. أيضا have a good sound and temperature insulating properties، هذه بتساعد الأحجار على العزل الحراري والعزل الصوتي في هذه الأسقف. Besides reducing the dead load of the slab greatly، يعني الهدف الأساسي من هذه الأحجار هو تخفيف وزن الأسقف، وممكن هذه الفراغات بين الريبس تترك بدون أي ماتيريال وبالتالي بتظلها فراغات وبكون وزن الأسقف أخف من الأسقف اللي فيها أحجار. Ribbed slabs can be used in one way and two way edge supported slabs، يعني هذا النوع من الأسقف بيستخدم في ك one way أو ك two way زي ما شرحنا في المحاضرة السابقة. Either drop or hidden beams can be used to support these slabs، يعني ممكن أنا أشيل أحمال هذه الأسقف بأحزمة مخفية أو أحزمة ساقطة depending on the span، بيعتمد الحزام تاعي هل هو hidden أو drop beam بناء على بحر هذا الحزام. كل ما زاد طبعا الطول كل ما احتجنا لعمق حزام أكبر وبالتالي بنحتاج لdrop beams. زي ما احنا شايفين في هذا السلايد، هذه مكونات الريبد سلاب او الون واي ريبد سلاب. زي ما احنا شايفين هذا هو الهولو بلوك، هذا هو حجر الريبس اللي بنحكي عنه حجر الريبس. هذه المسافة هي الاعصاب، الاعصاب زي ما حكينا بتكون بتبتعد عن بعض مسافات متساوية، يعني هي عصب وهي عصب عنا وهي عصب، وبالتالي هذه مسافات regular بتكون مسافات متساوية. بيكون بيربط الأعصاب خرسانة علوية اسمها التوبينج سلاب، هذه الخرسانة اللي فوق الأحجار عبارة عن التوبينج سلاب. زي ما حكينا ممكن الفراغات اللي بين الريبس، هاي في عندي 1 ريب وهي ريب 2، هذه الفراغات ممكن تترك بدون تعبئتها بأي شيء وبالتالي بتضلها فراغ زي هيك، لأنه حكينا الحجر لأغراض معمارية ولأغراض عزل الصوت والحرارة. طبعا الأعصاب هذه بتكون محمولة على بيمز، زي ما حكينا البيم هذا ممكن يكون هيدن زي ما احنا شايفين هان، وممكن يكون دروب بيم بناء على الاسبان تاع هذا البيم. الصورة هذه بنشوف فيها أحجار الريبس مصفطة بشكل منتظم،
المنطقة اللي بين أحجار الريبس هذه هي الريب اللي احنا الريب الخرساني اللي بنصممه. هاي الريبس موزعة بانتظام، وبتيجي طبعا التوبينج سلاب في هذه المنطقة. هذا الحزام الرئيسي اللي بشيل الأعصاب من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه، وزي ما أخذنا في المحاضرة اللي فاتت إنه هذا البيم بشيل نص هذه السلابة. لو حكينا إنه هذه السلابة ها نصها، هذا الحزام بشيل أحمال نص السلابة هذه، وهذا الحزام بشيل السلابة هذه نص أحمالها على هذا الحزام والنص على الحزام التالي. هاي الحزام البعيد هذا بشيل نص الحزام السلابة هذه ونص السلابة اللي هان. هذه طبعا صورة برضو للون وي ريبد سلاب، زي ما احنا شايفين واضح فيها احجار الريبس، وواضح فيها الريبس نفسه، وواضح فيها الشبكة العلوية، شبكة التسليح اللي بدها تيجي في التوبينج سلاب. هذه الشبكة اللي احنا شايفينها، شبكة الحديد هذه العلوية، هذه عبارة عن شبكة الحديد اللي بدها تيجي في التوبينج سلاب، وحنتعلم كيف بدنا نصممها وكيف نحدد كمية الحديد فيها. هلقيت بنخش على تصميم التوبينج سلاب اللي فوق احجار الريبس، ونشوف ايش متطلبات الكود فيها. according to ACI 8.8.3.1 tubing slab thickness، نحكي عن متطلب السماكة is not to be less than 1/12 the clear distance between ribs nor less than 5 سم. الكود بيحكي لنا السماكة هذه السلابة ممنوع تقل عن 1/12 ضرب الكلير ديستانس بتوين ريبس. الكلير ديستانس بتوين ريبس هي عبارة عن البعد الطويل تاع حجر الريبس. لو افترضنا انه في عندي هنا ريب وفي هنا ريب في هذا الاتجاه، الكلير ديستانس بينهم اللي هي المسافة هذه، المسافة هذه اللي هو بعد الحجر اللي هي رقم ثابت عنا اللي هو 40 سنتي. هذه هي المسافة الكلير سبان، بضرب هذه المسافة ضرب 1/12 وبقارنها بال5 سنتي، مين فيهم اكبر باخد قيمة التوبينج سلاب او سماكة التوبينج سلاب ما تقلش عن هذه القيم. لو افترضنا انه زي ما حكينا عنا 40/12، 40/12 بتطلع عنا السماكة، نحسبها على الآلة الحاسبة، هي 40 تقسيم 12 بتطلع عنا 3 سنتي. بنقارنها بال5 سنتي، بنقول انه ممنوع تقل سماكة التوبينج سلاب عن 5 سنتي في الأسقف الريبد سلاب. تمام، هذا بالنسبة للسماكة. The tubing slab is designed as a continuous beam supported by the ribs. هذه التوبينج سلاب بنعتبر انها مرتكزة على الريبس هان وهان، وكمل للآخر بتضلها مستمرة، نعتبرها كبيم مرتكز على الريبد على الريبس كل مسافة معينة. لو افترضنا انه عرض الريب 10 سنتي مثلا، بيطلع المسافة بين السبورت والسبورت 50 سنتي. اذا اعتبرنا انه الريب 12 سنتي، بتطلع المسافة هذه 52 سنتي. The maximum bending moment، عشان انا اصمم هذه التوبينج سلاب لازم احدد المومنت اللي فيها. The maximum bending moment in the tubing slab is taken as ال mu بتساوي ال wu، الاحمال اللي على التوبينج سلاب في ال سي تربيع، ال سي اللي هي الكلير ديستانس اللي حكينا عنها اللي هي ال 40 سنتي على 12. تمام، the tubing slab thickness t is evaluated by، انا بعد ما اروح فارض سماكه التوبينج سلاب بروح بقى اتاكد منها من المعادله هذه، انه السلاب بتاعت ال t لا تقل عن او لا تزيد عن السماكة اللي انا اخترتها. اذا لقيتها لا تزيد، وبالتالي بكون انا في السليم. طيب التي بناء على هذه المعادلة ايش بتساوي؟ جذر الثلاثة ام يو، الام يو اللي جبناها من المعادلة هذه، على فاي، الفاي معروفة عنا 0.9 في البندنج، في بي، بي اللي هو عرض الشريحة اللي انا بدي اخدها من التوبينج سلاب، وانا باخد شريحة عرضها في العادة قديش؟ عرضها متر، باخد متر وبصمم هذه التوبينج سلاب، ضرب جذر الاف سي برايم اللي هو قوة الخرسانة
السلندر الاف سي برايم. Shrinkage reinforcement is to be provided in the tubing slab in both direction in a mesh form. الشبكة الحديد اللي حكينا عنها قبل شوية لازم التوبينج سلاب نزودها بشبكة حديد في الاتجاهين، الشبكة تكون عندنا في اتجاه X وفي اتجاه Y، بحيث هذا الحديد يقاوم الشرينكج اللي ممكن يحصل في هذه السلابة أعلى الريبس، وبالتالي بيمنع حدوث التشققات في هذه السلابة. هيك بنكون خلصنا متطلبات التوبينج سلاب. هل قدنا نروح لمتطلبات الريبس؟ ريبس ريكويرمنت. مينيمم دايمنشن الابعاد الدنيا للريبس. اكوردنج تو اس اي 8.1.2 ريبس ار نوت تو بي ليس ذان 10 سنتي ان ويدث. ممنوع عرض الريب يقل عرضه عن 10 سنتي. يعني هذه المسافه لو افترضنا انه في عندنا هاي حجر الريب وهي الريب وهي حجر ثاني وهي التوبينج سلاب، هذه المسافه ممنوع تقل عن 10 سنتي حسب متطلبات الكود. and a depth of not more than سماكة الرب هذه من هان لهان not more than 3.5 times the minimum web width، يعني ما تزيدش السماكة تاعت هذه السلابة عن 3.5 مرات ضرب الويب ويدث اللي هو العرض تاع الرب. لو افترضنا انه عرض الرب 10 سنتي ممنوع السماكة هذه تزيد 3.5 × 10 عن 35 سنتي. يعني اذا فرضنا الرب 10 سنتي ممنوع السماكة تزيد عن 35، اذا فرضنا الرب 12 سنتي بيطلع عنا ضرب 3.5 ممنوع تزيد سماكة الرب عن 42 سنتي. طبعا في الحالة العملية مش هتلاقي اكتر من 32 سنتي او 35 سنتي سمك الرب، وبالتالي كل الأسقف اللي احنا يعني بنشوفها او بنصممها بتحقق هذا المتطلب. الكلير سبيسنج بتوين ريبس، هذه المسافة الكلير سبيسنج بتوين ريبس is not to exceed 75 سنتي. احنا متعارف عليها المسافة هذه قيمة ثابتة عندنا 40 سنتي، وبالتالي احنا محققين هذا الشرط. بالنسبة للشير سترينث للريبس according to SI 8.8.1.5 شير سترينث provided by rib concrete VC may be taken 10% greater than those four beams. يعني احنا بنعرف انه معادلة ال VC تاعت الريبس اللي هي ال 0.53 جذر ال FC برايم في بي ويب في دي، الفي سي تاعت الكونكريت، الفي سي تاعت الربس بقدر ازيدها بقيمة 10%، يعني بضرب ضرب 1.1 وبعتبر انه هذه القيمة تاعت الفي سي تاعت الربس، وبقارنها بالارقام اللي احنا متعودين عليها ونشوف هل ابعاد الربس كافية لمقاومة الشير او لا، بنفس الطريقة اللي كنا نتعامل فيها مع البيمز. It is permitted to increase shear strength using shear reinforcement or by widening the end of ribs. لو لقيت انا انه الرب لا يحقق المتطلبات الشير سترينث، بالتالي انا بقدر ازيد ابعاد الرب، ازيد العرض تاعه مثلا، او ازود هذا الرب بحديد تسليح يقاوم الشير. Although shear reinforcement is not often required، في العادة بيكون الشير reinforcement مش مطلوب في الريبس بناء على الكالكوليشن زي ما هنشوف في الأمثلة، لكن احنا لازم نزود الريبس بشير reinforcement. It is recommended to use 4.6 مليمتر stirrups per meter run، يعني كل متر طولي من الريب احط فيه 4 فاي 6 مليمتر، يعني فاي 6 مليمتر ممكن نستخدم هذه الأساور، ممكن نستخدم فاي 8 مليمتر، لكن ما فيش احتياج لفاي 8 مليمتر، عشان كان بستخدم هذه الأساور عشان تشيل اللي هو حديد التسليح السفلي اللي موجود في الريبس زي ما حنشوف في المثال. بالنسبة للفليكتشرال سترينث للريب،
Rib are designed as rectangular beams in the region of negative moment. إذا كنت أنا بصمم هذا الرب، طبعاً الرب عندي هاي الحجر وهاي الحجر وهاي الرب اللي موجود عندي اللي سمكه 10 سنتي أو 12 سنتي، بصمم هذا الرب للنيجاتيف مومنت كريكتانجولار سيكشن. بأخذ هذا المقطع كريكتانجولار سيكشن، هاي سماكة السقف البي أو الدي الاتش تاعتنا عبارة عن سماكة السقف، والبي ويب عبارة عن عرض الرب، وبصممه كريكتانجولار. طيب at the supports، دائما النيجاتيف مومنت بكون عندنا عند السبورتس اللي هو طبعا السبورتس تاعت الريبس هي عباره عن البيمز. and as a T shaped beam زي ما احنا شايفين التي سكشن هذا اللي احنا شايفينه in the region of positive moments between the supports، بين الاحزمه بكون في عندي بوزيتيف مومنت عزم موجب، وبالتالي بصمم هذا الرب كتي سكشن. مقطع التي سكشن عبارة عن البي افكتيف اللي هي المسافة من نص حجر الربس لنص حجر الربس، لو افترضنا انه هذا 10 سنتي وحجر الرب عرضه 40 فبتطلع هذه المسافة 50 سنتي، اذا عرض الرب 12 بتطلع هذه المسافة 52 سنتي اللي هي البي افكتيف. البي ويب طبعا عرض الرب، والدي الاتش الكلية عبارة عن سماكة السقف. لقيت بالنسبة لاتجاه الربس، الربس دايركشن، في أغلب الأسقف بيكون عنا الأعمدة المسافات بينها مش متساوية في الاتجاهين، يعني ممكن تكون المسافات هنا عبارة عن مثلا 4 متر وفي الاتجاه الثاني مثلا 4.5 متر أو 5، لو افترضنا أنه بهذا الشكل الأعمدة، يعني في عنا اتجاه بين الأعمدة قصير في هذا الاتجاه وفي اتجاه طويل في هذا الاتجاه. هذه الحالة ممكن تكون موجودة عندنا، ممكن يكون في الاتجاهين المسافات متساوية لكن احنا بنحكي على حالة عامة. فأنا هل أوزع الربس في هذا الاتجاه الطويل ولا في الاتجاه القصير اللي بين الأعمدة؟ احنا يعني ممكن الأحزمة تكون عندنا في هذا الاتجاه ويكون الرب في هذا الاتجاه، او ممكن الاحزمة تكون في هذا الاتجاه في الاتجاه الثاني وتكون الربس في هذا الاتجاه. نشوف الخيارين ونشوف مين فيهم الخيار الافضل. الخيار الاول providing ribs in the shorter direction، انه الرب يكون في الاتجاه القصير في المسافة القصيرة هذه، which leads to smaller amount of reinforcement، بالتالي بما انه المسافات تاعت الربس او الاسبانات تاعت الربس من سنتر الحزام اللي شايلهم لسنتر الحزام مسافات قصيرة، هذا بيؤدي انه الحديد في الربس حيكون كميته اقل. while large amount of reinforcement are required in the supporting beams، لكن في المقابل بيكون الاحزمة بما انها جاية في الاتجاه الطويل بيكون كمية الحديد فيها اكبر. associated with large deflections، ايضا بيكون عندنا الديفليكشن في هذه الأحزمة أكبر لأنه الإسبانة تاعتها أكبر. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني providing ribs in the longer direction، أنه أنا أعكس اتجاه الربس تاعي أخليه هو الاتجاه الطويل وتكون الأحزمة تاعتي هي اللي في الاتجاه القصير، which leads to large amount of reinforcement in the ribs، هذا الخيار حيكون في كمية الحديد في الربس أكبر. while smaller amount of reinforcement are required in the supporting beams، الأحزمة الرئيسية اللي حتكون شايلة الربس حيكون فيها كمية حديد أقل، with smaller deflection، والديفليكشن فيها أقل من الحالة الأولانية. طب إيش الحالة المفضلة بالنسبة لنا؟ الحالة المفضلة اللي هي الخيار الأول، إنه أنا أعمل دائما الربس في الاتجاه القصير وأخلي البيم الرئيسي اللي شايل الربس هو في الاتجاه الطويل زي ما حنشوف في الرسمة التالية. هاي الخيار الأول، عندي مسافات بين الأعمدة، نفترض إنه المسافات هذه في الاتجاه هذا 5 متر وفي الاتجاه هذا 4 متر. أنا إيش رحت عملت؟ رحت وزعت الربس تاعي اتجاه الربس، حطيته في المسافة القصيرة بين سنتر هلقيت الحزام هذا وسنتر الحزام هذا، لو افترضنا إنه 4 متر 4 متر 4 متر، بكون عندي هيك الربس
في الاسبان القصير. في المقابل حيكون السبورتنج بيم، هذه الاحزمه الرئيسيه اللي حتكون عندي اللي شايل الريبس، حتكون في الاتجاه الطويل. زي ما حكينا هذا الخيار بيعطيني حديد اقل في الريبس وبيعطيني حديد اكثر في البيمز، لكن هو هذا الخيار زي ما قلنا الخيار الاول المفضل بالنسبه لنا كمصممين. الصورة الثانية هنا فيها الخيار الثاني، انه انا وزعت الريبس في اتجاه الطويل وخليت البيمز في الاتجاه القصير. الريبس حيكون فيه حديد كثير والبيم حيكون حديد اقل من اوبشن واحد، وهذا الخيار غير مفضل. بالنسبة لحجر الريبس او الهولو بلوك اللي بيجي بين الاعصاب، هولو بلوكس ار ميد اوف لايت ويت اور نورمال ويت كونكريت، زي ما حكينا ممكن يكون هذا الحجر خفيف او ممكن يكون حجر وزنه طبيعي، الاحجار اللي بنشوفها العادية، اور اذر لايت ويت ماتيريال، وممكن يكون هذا الحجر من مواد اخرى غير الخرسانة او الكونكريت بلوكس، ممكن يستخدم هذا الحجر بداله بلوكات من البولي استيرين من الفلين، وبالتالي مش شرط يكون بس موجود عندي كونكريت هولو بلوكس. They are commercially available in standard sizes and shapes. الشكل هذا بيجي شكل ستاندرد موجود عندنا في السوق المحلي وابعاده ثابته. The most common concrete hollow block size are 40 سنتي، عرض الحجر 40 سنتي، وهذا العرض اللي بيجي ككلير سبان بين الريبس زي ما حكينا. في 25 سنتي اللي هو البعد الداخلي للحجر، هذا البعد ال 25 سنتي، بضل عندنا البعد الاخر اللي هو ارتفاع الحجر، وهذا ارتفاع متغير زي ما حكينا في المحاضرات السابقه بناء على سماكه السلاب اللي عندي. هاي التوبنج سلاب وهي ارتفاع الحجر وهي عرض الربس بيجي في المنطقه هذه. ارتفاع الحجر بيحدد لي سماكه السقف الكليه. الابعاد المتعارف عليها او المتوفره في قطاع غزه لا ارتفاع الحجر اللي هو ال 14 سنتي وال 17 سنتي وعشرين واربعة وعشرين. لو انا بدي اعمل سقف سماكته 25 سنتي ممكن استخدم حجر 17 مع توبنج سلاب 8 سنتي، وبالتالي بحصل على 25 سنتي سماكة ون وي ريبد سلاب. المينيموم ثيكنس اوف ون وي ريبد سلاب، زي ما تعاملنا مع البيمز في شابتر البيمز للمينيمم ثيكنس متطلب الكود لأقل سماكة لا البيمز، برضو نفس الاشي للون وي ريبد سلاب نفس المعادلات. اذا كان عنا الاسبان سيمبلي سبورتد زي ما بنتذكر، اذا كان الاسبان عندي سيمبلي سبورتد باخد من سنتر السبورت لسنتر السبورت اللي هي الال سنتر تو سنتر هذه، وبقسم على 16 بيطلع عندي المينيمم ثيكنس. طب لو كان 1 اند كونتينيوس زي هذه الحاله، هذه بصير عندنا 1 اند كونتينيوس بقسم على 18.5. طب لو كان 2 اند كونتينيوس او بوث اند كونتينيوس زي هذه الحاله بقسم على 21. طب لو كان عندي كانتليفر، الكانتليفر هذه طبعا بناخذ ال كلير اللي هي من وجه السبورت لحد اللي هو طرف الكانتليفر بقسم على 8 وبطلع المينيمم ثيكنس. انا السلاب بتاعتي لازم يكون سمكتها على الاقل المينيمم ثيكنس اللي بيطلع عندي. لو طلع عندي المينيمم ثيكنس 24 سنتي ونص مثلا باخد سماكة 25 سنتي. هذا ملخص لتصميم الون واي ريبت سلاب لخطوات التصميم. هذه حنمشي على الخطوات هذه خطوة خطوة في المثال القادم، ونشوف كيف احنا ممكن نصمم اي ون واي ريبد سلاب. الخطوة الاولى the direction of the rib are chosen. انا بوزع احجار الريبس تاعي زي ما احنا عملنا كلنا في مشروعنا مشروع المساق، وزعنا الريبس تاعتنا وعرفنا اتجاه الريبس. الخطوة الثانية the overall slab thickness ال h is determined، بنروح على الجدول تاع ال one end continuous two end continuous وبنحدد سماكة السقف الكلية ال h based on the deflection control requirement. Also thickness of tubing slab t ورب width b and hollow block size if any are to be determined based on the code requirements. بحدد برضو
ارتفاع الحجر تاعي. لو انا اخترت سماكة السقف 25 زي ما حكينا، بحدد ارتفاع الهولو بلوك 17 سم، بعرف التوبنج سلاب سمكتها صارت 8 سم، بروح بختار عرض الرب عندي يا 10 سم يا 12 سم. وفي العادة احنا بناخذ 12 سم عرض الرب، لكن احنا في المثال اللي هنأخذه كمان شوية هنأخذ عرض الرب 10 سم ونحل عليه المثال. The factored load on each of the ribs is computed. بنروح بنحسب الـ factored load زي ما تعلمنا في الفيديو السابق، حسبنا وزن السقف لكل متر مربع، بعدين حولناه لكل متر رن للربس، وبالتالي بكون أنا لكل رب من السقف صرت عارف الأحمال اللي موجودة عليه لكل متر طولي. The shear force and bending moment diagrams using the load evaluated in step 3 are drawn. بروح بدخل الرب تاعي، باخد واحد رب وباخد حالات اللي هو السبور تاعي واللي موجود عندي، اذا كان في كانتليفر في سبانات، عدد السبانات اللي موجودة عندي، بدخل عليه اللود اللي انا حسبته اللي هو WU اللي تعلمنا نحسبه المرة اللي فاتت، وبندخله على احد برامج التحليل الانشائي وبنرسم اللي هو الشير فورس دياجرام والبندنج مومنت دياجرام. ممكن برضو نستخدم الطريقة اللي هي التقريبية اللي تعلمناها المحاضرة اللي فاتت عشان نحسب البندنج مومنت والشير فورس دياجرام. The strength of web in shear is checked. بروح بحسب اللي هو ال VC وبضربها في 1.1 وبتأكد انه عرض الحزام او ابعاد الرب كافية لمقاومة اللي هو الشير في هذا الرب. بعد هيك بنروح بنصمم ديزاين البوزيتيف اند نيجاتيف مومنت رينفورسمنت، بنصمم اللي هو الحديد العلوي لمقاومة النيجاتيف مومنت، وبنصمم الحديد السفلي لمقاومة البوزيتيف مومنت. كلير ديستانس بتوين بارز از تو بي تشيكت، بتأكد انه المسافة زي ما كنا نعمل في البيمز بعد ما اختار اقطار الحديد، بتأكد انه المسافة بين السياخ الحديد اللي انا اخترتها كافية حسب متطلبات الكود. بعد هيك برسم سكتش لا الريبس لتسليح الريبس، ببين فيه اللي هو تفاصيل التسليح. هالقد بدنا نروح على مثال لتصميم one way ribbed slab. المثال بيقول design the ribbed slab shown in the figure. هنشوف هالقد الفيجر في السلايد الثانية. The covering materials weight 200 كيلوغرام على المتر المربع، عشان ما يخليناش نحسب هنا الكفرنج ماتيريال، راح هو حسب لنا اياها وقال لنا انه الكفرنج ماتيريال 200 كيلوغرام على المتر المربع، لكن احنا في مشروعنا رحنا حسبنا بناء على السمكات اللي موجودة عندنا، وكل واحد فينا حسب قديش الكفرنج ماتيريال. الكونكريت هولو بلوكس ار 40 × 25 × 17، اذا الارتفاع تاع حجر الربس 17 سم. كل حجر each بلوك 17 كيلو جرام in weight، يعني وزن الحجر الواحد زي ما حكينا بيساوي اللي هو ارتفاع الحجر بالكيلو جرام، فعنا وزن الحجر 15 × 17 كيلو. The equivalent partition load is equal to 75 كيلو جرام على المتر المربع، وبرضو تعلمنا كيف نحسب البارتيشن لود. هنا اعطاني اياه في المثال جاهز 75 كيلو جرام، انتو ممكن يطلع عندكم 100 كيلو جرام او 150 او حتى 250. And the live load is 350 كيلو جرام على المتر المربع. طبعا احنا حكينا في مشروعنا بدنا ناخذ اللايف لود 250 كيلو جرام، لكن في هذا المثال حناخذ 350. الاف سي برايم بتاعت السقف 300 كيلو جرام، احنا قلنا في المشروع هنستخدم ب 250، وبالتالي الاف سي برايم نضرب ال 250 في 0.8 بتطلع عندنا 200 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. الاف واي 4200، الجامل البلاستر 2100 كيلو جرام لكل متر مكعب زي ما اخذنا ايضا في المحاضرة السابقة. هاي عنا السقف اللي موجود عندي، انا بدي اصمم هذا الريبد سلاب. الريبد سلاب هذا عبارة عن ون ريب متكرر على طول السلاب عندي، يعني انا باجي للريب، طبعا السلابة عندي هذه فيها مسافة
بين الأعمدة 4 متر في هذا الاتجاه وفيها مسافة 5 متر في هذا الاتجاه. أنا رحت اخترت اتجاه الربس في الاتجاه القصير في سبان 4 متر، وبالتالي طلعت عند المين بيمز في هذا الاتجاه. تمام، في عندي هاي مين بيم مين بيم مين بيم، وبعدين في عندي الطاير، في عندي 1 اند كونتينيوس سلاب السنتر تو سنتر 4 متر، وهنا 2 اند كونتينيوس السبان تاعتها 4 متر، وهنا 2 اند كونتينيوس السبان 4 متر، وفي عندي كانتيليفر او طاير الكلير سبان تاعته من الوجه هان لحد وجه العمود خلينا نعتبرها متر ونص. فأنا عندي السلابة هذه لو صممت فيها ون ريب، لو أخذت واحد من الأعصاب هذه اللي موجودة عندي بيمثل لي كل الأعصاب اللي موجودة داخل السلابة من الأول للآخر. فأنا إيش بروح بعمل؟ بروح بختار ون ريب واحد من هذول وبحطه بدخله. هاي عندي سبورت وهاي سبورت وهاي سبورت وهاي سبورت، هم بدخل عليه الأحمال الـ WU اللي أنا هحسبها، وبصير هذا الريب بعد ما طلع التسليح تاعه واحطه اقول انه التسليح هذا في 1 ريب كذا بينطبق على كل الاعصاب اللي موجودة عندي في كل السقف، وبالتالي بكون انا صممت كامل هذا السقف. طبعا عشان نروح بعد تصميم الريبس لتصميم البيمز بنشوف كل الحزام قديش شايل من السقف. لو اعتبرنا انه هذا الحزام شايل نص السقف من هان، بنحط الأحمال عليه، بنحط عليه حمل الحيطة الخارجية وبنصمم هذا الحزام. الحزام الداخلي بنحط عليه الأحمال الداخلية وبنصمم له هذه المسافة اللي شايلها نص السقف، هذا شايله من هان ونص هذا السقف، وشايل وزنه وشايل الكفرنج ماتيريال وشايل البارتيشن لود حسب ما اتعلمنا المرة اللي فاتت. تمام، إذا نروح للخطوات تاعت تصميم الريبت سلاب. الخطوة الأولى the direction of ribs ribs is chosen. Ribs are arranged in the short direction as shown in the figure. وهذه شرحناها إنه إحنا وزعنا الرب في الاتجاه القصير. The overall slab thickness H is determined. كيف بدنا نحدد اللي هو سماكة السقف؟ بنروح نختار one end continuous panel. السبان تاعتها لو رجعنا على الرسم هذه، هاي أول سبان من الرب one end continuous. سنتر تو سنتر 4 متر، فالون اند كونتينيوس احنا بنعرف انه بنقسم على 18.5، بنقسم ال 400 على 18.5 بيطلع عنا 21.6 سنتي فور ون اند كونتينيوس. طيب لو بدنا ناخذ الكانتيليفر، الكانتيليفر بنقسم على 8، الاسبان تاع الكانتيليفر تاعنا متر ونص، نعتبر انه المتر ونص هذه من وجه الحزام، وبالتالي بنقسم على 8 بيطلع لنا 18.75 سنتيمتر فور كانتيليفر بانيل. يوز ان اوفر اول سلاب ثيكنس اوف 22 سنتي. انا بروح باختار بما انه طلع عندي في 21.6 فانا بختار 22 سنتي سماكة السلاب الكلية. طب هل انا في المشروع تاعي اختار 22؟ لا، احنا بدنا نختار زي ما حكينا، حتى لو طلع عندنا السماكة 21 سنتي بدناش نختار أقل من 25 السماكة الكلية للسقف، لكن هذا كمثال، إحنا المثال هذا بدنا نمشي عليه بالأرقام اللي موجودة عندنا. طيب عشان أحدد سماكة التوبينج سلاب، التوبينج سلاب عبارة عن السماكة الكلية ال 22 سنتي بخصم منها سماكة الحجر، بضل عندي توبينج سلاب 5 سنتي. بختار العرض الريب let width of the rib web equal to 10 سنتي، يعني هذه المسافة تاعت الريبس العرض، هاي الحجر وهي حجر وهي التوبينج سلاب اخترنا سمكتها 5 سنتي، هذه المسافة بدنا نختارها 10 سنتي في هذا المثال. في مشروعنا زي ما حكينا بنختارها 12 سنتي. طيب هل قد نصمم التوبينج سلاب؟ زي ما حكينا التوبينج سلاب بناخذ شريحة عرضها متر، العرض متر، وهذه الشريحة مرتكزة على الربس من هان، والكلير سبان تاع هذه الشريحة اللي هو 40 سنتي تاعت الحجر. طيب خلينا نشوف كيف بدنا نحسب أحمال التوبينج سلاب وكيف نحسب المومنت تاعها ونحسب السماكة ونتأكد انها أقل من السماكة اللي فرضناها.
طيب ايش ال دبليو يو تساوي؟ طب عشان نجيب اللي هو الفاكتور لود لازم نضرب في 1.2 ديد لود و1.6 لايف لود. اللايف لود اللي موجود عندنا اول شيء احنا بنحسب للمتر المربع، اللايف لود معروف عندنا 350 كيلو جرام يعني 0.35، بنضرب في 1.6 بنكون خلصنا اللايف لود. بالنسبة للديد لود، الديد لود عبارة عن سماكة التوبينج سلاب ضرب كثافة الكونكريت اللي هي 0.05 ضرب 2.5 طن على المتر المكعب، زائد اللي هو الكفر البارتيشن لود 0.075 اللي أعطاني إياها في المثال، زائد اللي هو الكفرنج ماتيريال 200 كيلو جرام اللي هي 0.2 طن اللي أعطاني إياهم، بضربهم كلهم في 1.2 بيطلع عندي لكل متر مربع من السقف، لكل متر مربع من التوبينج سلاب شايل أحمال 1.04 طن لكل متر مربع. طيب للشريحة اللي عرضها 1 متر اللي أنا أخذتها من التوبينج سلاب قديش الأحمال عندي؟ عادي بضرب في 1 فبيطلع عندي لكل متر رن 1.04 طن لكل متر رن. هيك أنا حسبت الـ WU. إذا أنا بقدر هلقيت أروح أحسب المومنت، المومنت زي ما حكينا بيساوي الـ WU في ال سي تربيع، ال سي اللي هي الكلير سبان بين الربس على 12، زي ما حكينا الكلير سبان 40 سنتي هيها 0.4 تربيع ضرب اللود اللي طلعته ال 1.04 على 12 بيطلع عندي المومنت 0.014 طن متر. ندخل على معادلة التي عشان نحسب سماكة التوبينج سلاب ونتأكد انها اقل من السماكة اللي فرضناها. فالتي بتساوي جذر 3 ام يو، الام يو حسبناها قبل شوي 0.014، وعشان التحويل من طن متر لكيلو جرام سنتيمتر بنضرب في 10 أس 5 على الفاي قلنا 0.9 في عرض الشريحة المتر اللي اخذناه اللي هو 100 سنتي في جذر الاف سي برايم اللي اعطاني اياها في السؤال 300، بيطلع السماكة اللي احنا محتاجينها 1.64 لكن انا فرضتها 5 سنتي، اذا اوكي السماكة اللي فرضتها كافية. طيب الشرينكج رينفورسمنت اللي احنا بدنا نحطه في التوبينج سلاب هذه بحيث ما يصيرش فيها شرينكج كراكس، زي ما عرفنا احنا في السلابات انه المينيمم رو، الرو مينيمم في للشرينكج اللي هو 0.018، 0.018 بنضربه رو في بي في الدي او في اتش اللي هي السماكة الكاملة للتوبينج سلاب، بيطلع عندي كمية الحديد لكل متر في اتجاه واحد، بعمم هذا الحديد اللي بيطلع عندي في الاتجاهين، فأنا بضرب الـ 0.018 اللي هي الرو مينيمم في بي عرض الشريحة المتر في اتش سمكتها 5 سنتي، بيطلع عندي 0.9 سنتيمتر مربع لكل متر. الـ 0.9 هذه لو قسمناها على مساحة السيخ 6 مليمتر، قديش عندنا مساحة السيخ 6 مليمتر؟ لو بدنا نرجع للجدول تاع المساحات بنلاقي انه مساحة السيخ 6 مليمتر 0.28، قسم 0.9 على 0.28 بس يبقى يكون محتاج 4.6 مليمتر لكل متر. بحط الحديد هذا في الاتجاهين، بعمل شبكة in both direction، بصير عندي شبكة في اتجاه الاكس وشبكة في اتجاه الواي، كل متر في 4 سياخ. لو بدنا نحولهم لمسافات بنقول 100 سنتي على 4 سياخ بيطلع عندي 25، فبقدر اقول بنفس الصيغة محتاج انا 1.6 مليمتر كل 25 سنتي. انا بختار الطريقة اللي بدي اياها وبكتب فيها حديد التسليح تاع التوبينج سلاب. هيك خلصنا احنا من التوبينج سلاب. هلقد نروح للسقف نفسه للربس ونحسب الأحمال تاعت السقف على المتر المربع ونحولها لكل رب عشان نختار رب ونحمل عليه هذه الأحمال ونصممه. هذه الطريقة احنا طبعا اتعلمناها في الفيديو السابق عشان هيك احنا هنمشي عليها سريعا في هذا الفيديو. عندي السقف زي ما حكينا سماكته 22 سنتي 17 زائد 5، عرض الحجر الرب 40، عرض الرب 10 سنتي، وبالتالي المسافة هذه كلها بتساوي عندي 50 سنتي. المسافة الهاتشت بين من نص الرب لنص الرب 50 سنتي في سماكة السقف اللي هي 22 سنتي، فبوينت 5 في بوينت 2 5 في بوينت 2 2، طبعا البوينت 2 5 اللي هي البعد
الداخلي للحجر الربس البعد هذا اللي هو 25 سم، فالحجم الكلي للمنطقة المهشرة هذه بيطلع عندي 0.275 متر مكعب. حجم الحجر الواحد، حجر الربس فقط الداخلي هذا، بيساوي عندي أبعاده 0.4 في 0.17 في 0.25، بهذا حجم الحجر فقط. إذا أنا بقدر بالطريقة هذه أحسب النت كونكريت فوليوم، حجم الخرسانة فقط اللي موجودة عندي في هذه المنطقة المهشرة. إيش بتساوي الحجم الكلي اللي حسبناها ناقص حجم الحجر، بيطلع عندي حجم الخرسانة 0.015 متر مكعب. طيب بما أنه عرفت حجم الخرسانة بقدر أعرف وزنها، بأضرب الحجم في الكثافة، الحجم تاع الخرسانة، فكثافة الخرسانة 2.5، فبيطلع عندي الوزن 0.02625 طن في هذه المنطقة المهشرة. طيب هذا بالنسبة طلع عندي الوزن بالطن. طب لو بدي أحول هذا الوزن لكل متر مربع، بروح بقسم الوزن اللي طلع عندي على المساحة المسطحة تاعت المنطقة المهشرة. المساحة المسطحة هذه عبارة عن 50 سنتي في 25، فأنا بقسم هذا الوزن اللي طلع معي 0.02625 على 0.5 في 0.25. لو أنا المسافة تاعت الربس تاعتي 12 سنتي، بتطلع هذه المسافة 52 سنتي، فبقسم على 0.52 في 0.25، هذه بدنا ننتبه لها وإحنا بنشتغل في مشروعنا. بيطلع لكل متر مربع وزن الخرسانة فقط 0.21 طن على المتر المربع، يعني 210 كيلو جرام لكل متر مربع من السقف. طيب وزن الحجر، احنا حسبنا في الخطوة السابقة وزن الكونكريت. وزن الحجر لحاله عبارة عن وزن الحجر بالكيلوغرام بقسمه على 1000 عشان احوله لطن، وبرضه بقسمه على المساحة اللي حكينا عنها اللي هي 50 في 25، بيطلع عنا الوزن 136 كيلوغرام على المتر المربع، يعني 0.136 طن على المتر المربع. طيب في عندي طبقة بلاستر سفلية غير الكفرنج ماتيريال، في المثال اعطاني الكفرنج ماتيريال 200 وما قاليش انه في بلاستر كوت، او ما اعطانيش اياه الوزن تاع البلاستر في ضمن الكفرنج ماتيريال، فانا بروح بحسب وزن البلاستر عبارة عن سماكة القصارة مضروبة في كثافة القصارة اللي هي 2100 كيلوغرام، عشان احولها لطن بقسم على 1000 وبضرب في السماكة، بطلع عندي وزن الإقصارة 0.042 طن على المتر المربع. الوزن الكلي للديد لود عبارة عن وزن الخرسانة على المتر المربع، هذا الرقم، مع وزن الحجر على المتر المربع، مع وزن الإقصارة على المتر المربع، مع الكفرنج ماتيريال، مع اللي هو البارتيشن لود. فهي الأحمال عندي: وزن الكونكريت، وزن الحجر، وزن طبقة الإقصارة، وزن اللي هو البارتيشن لود او equivalent بارتيشن لود، وهذا عندي وزن الكفرنج ماتيريال. بطلع وزن الكلي للديد لود 0.663 طن لكل متر مربع. ومعروف عندي اللايف لود 350 كيلو جرام على المتر المربع، فانا بقدر اجيب ال WU لكل متر مربع، بضرب الديد في 1.2 وبضرب اللايف في 1.6، بيطلع عند ال WU 1.36 طن لكل متر مربع من السقف. طيب عشان احول هذه الوزن على المتر المربع لكل متر، انا بلزمنيش لكل متر في تصميم الرب، بلزمني لكل رب قديش الوزن تاعي، بروح بضرب الوزن لكل متر مربع ال 1.36 بضربه بالمسافة سنتر تو سنتر بين الربس. عند المسافة سنتر تو سنتر بين الربس 50 سنتي، فبضرب في 50 سنتي اللي هي 50 على 100، بتطلع عنا نص متر. بيطلع لكل رب في عندي 0.68 طن لكل متر رن. ليش ضربنا سنتر تو سنتر للربس؟ نرجع لرسمة الربس اللي هان، المسافة بين الرب والرب زي ما حكينا سنتر تو سنتر 50 سنتي، فأنا بروح كأني بقول إنه هذا الرب شايل من نص الحجر لنص الحجر، فبالتالي شايل 50 سنتي. في مشاريعكم حيطلع بما إنه عرض الرب 12 سنتي، حتطلع هذه المسافة 52 سنتي. بضرب الوزن على المتر المربع في هذه المسافة
بيطلع لي الوزن لكل متر رن من هذا الريب. فبروح باخذ هذا الريب انا هيو كانتليفر، بحط له سبورتان وسبورتان وسبورتان وسبورتان، وبحط عليه الدبليو يو اللي انا حسبتها، اللي هي بتطلع عندي 1.68 طن لكل متر رن. تمام. ممكن انا اخذ الديد لود لحال بدون ما اضربه في الفاكتور تاعه اللي هو 0.663، واضربه في 0.5 واضرب لحال اللايف واطلع اللي هو ديد لود، بيطلع عنده لكل متر رن رقم. واللايف لود بأضرب اللي هو 0.35 فاضربها في 0.5 وبطلع اللايف لود لحاله، وبروح بدخل الديد لود واللايف لود على البرنامج، على مثلا برنامج الروبوت او برنامج الساب، وبروح بخلي البرنامج هو اللي يضرب 1.2 في الديد لود و1.6 في اللايف لود ويطلع لي المومنت والشير. احنا هان رحنا اخذنا الرب زي ما انتم شايفين، هاي مسافة 4 متر 4 متر 4 متر وطاير متر ونص، دخلناه على احد برامج التحليل الانشائي، حطينا عليه الدبليو يو اللي هي 0.68 طن لكل متر رن، وعملنا تحليل انشائي وطلع لنا الشير فورس دياجرام والبندنج مومنت دياجرام. زي ما احنا شايفين في بوزيتيف مومنت بين الاعمدة تحت، وهنا بصمم مقطع الريب كتي سيكشن، وفي عندي نيجاتيف مومنت عند الاعمدة، هذا بصمم المقطع تاع الريب كاريكتانجولار سيكشن زي ما حكينا قبل شوي. هلقيتنا نروح على الخطوة الخامسة اللي هو تشيك ريب ويدث فور بيم شير. بنحسب اول شغل الافكتيف ديبث، الدي عبارة عن سماكة السقف الكلية ناقص الكفر تاع السلابات، قلنا الكفر في السلابات 2 سنتي ناقص قطر السوارة تاعت الرب اللي هي قلنا فاي 6، فبنحط 0.6، وبنفترض انه قطر الحديد التسليح تاع الرب بدي استخدم انا فاي 12، وبالتالي باخذ نص قطر السيخ اللي هو عندي 0.6، فبتطلع الدي 18.8 سنتي بفرضية انه فاي 12 reinforcement للرب وفاي 6 استرابس. زي ما حكينا انه بنحسب احنا الفاي في سي بنضربها في 1.1 السترينث تاعت الكونكريت، بناخدها اكتر ب10% من تاعت البيمز، وبالتالي 1.1 في الفاي معروفة تاعت الشير 0.75، الفي سي بتساوي 0.53 جذر الاف سي برايم بي ويب في دي. البي ويب عندنا تاعت الرب 10 سنتي، الدي حسبناها 18.8، بنضربها في باقي الارقام وبنضرب في 10 اس سالب 3 عشان نحول لطن، فبيطلع عندي 1.42 طن. هذه الفاي في سي بزيادة 10%. هنا طلعت عندي الفاي في سي 1.42، واكبر قيمة في يو موجودة عندي، لو بدنا نطلع على اكبر قيمة في يو عندنا هنا 1.64، قيمة الـ VU أكبر من الـ 5VC، بس هذه قيمة الـ VU اللي موجودة عندي على سنتر الحزام، على سنتر الحزام اللي شايل الرب، لكن احنا الكود بيسمح لنا ناخذ قيمة الـ VU على مسافة D من وجه السبورت. لو اعتبرنا انه هذا السبورت تاع الحزام عرضه 80 سنتي، فأنا بقدر أختار الـ VU تاعتي على مسافة D من هذا الوجه. لو اعتبرنا هذه المسافة D، فبقدر اخذ قيمة الشير في هذه المنطقة او اخذها في هذه المنطقة اللي هي على مسافة D من وجه السبورت من الاتجاه الثاني، فبتطلع عندي اقل من 1.64. عشان هيك بيقول لي في السلايدات في المثال انه since critical shear section can be taken at distance d from face of beam the rib shear resistance will be considered adequate. حنلاقي انه قيمة ال VU صارت اقل من ال 1.42، وبالتالي بعتبر انه ابعاد الرب قادرة انها تقاوم او كافية لمقاومة اللي هو الشير في هذا الرب. تمام. يعني في الاخر احنا لازم يكون عندنا قيمة ال 1.1 فاي في سي لازم تكون اكبر من الفيو، والفيو
احنا اخذناها من على مسافة دي من وجه البيم، وبالتالي حتطلع عنا هذه القيمة اكبر. طيب بناء عليه shear reinforcement is not required، بما انه ال 1.15 في سي اكبر من الفي يو، انا مش محتاج لشير reinforcement. لكن انا في هذه الحالة بزود الرب زي ما حكينا قبل ب 4.6 ملم يو ستيربس داخل الرب. هاي الرب موجود عندي بهذا الشكل، بروح بحط فيه استراب، كل متر بحط فيه 4 أساور. ايش فايدة الأساور هذه زي ما حكينا؟ To be used to carry the bottom flexural reinforcement، عشان تشيل لي الحديد السفلي تاع الريبس. هيك احنا بنكون صممنا اللي هو الشير تاع هذا الريب. لو لقينا انه احنا بعد ما اخذنا على مسافة دي من وجه السبورت انه لسه الفي يو اكبر من ال 1.15 في سي، لازم نكبر ابعاد الرب، نزيد العرض تاعه، بدل ما هو 10 سنتي نخليه 12 سنتي. طيب بالنسبة للديزاين اوف فليكتشر، لقيت تصميم المومنت زي ما حكينا، بنصمم مرة للبوزيتيف مومنت وبنصمم مرة للنيجاتيف مومنت. البوزيتيف مومنت رينفورسمنت ذا سيكشن ات بوزيتيف مومنت، العزم الموجب will be designed as a T section. Since the positive moment values are relatively small، لو طلعنا احنا على الرسم تاعت المومنت هنلاقي قيم المومنت صغيرة جدا في البوزيتيف 0.85 0.35 0.53 طن متر، وبالتالي بروح اخذ انا اكبر قيمة وبصمم عليها في هذا المثال اللي هي 0.85. The largest of the three values will be considered here and the same reinforcement will be used at the two other locations. أنا هروح أصمم لأكبر قيمة وأعمم التسليح تاعها على باقي القيم. خلينا نشوف كيف بدنا نصمم لقيمة اللي هي 0.85 طن متر. زي ما تعلمنا في تصميم التي سيكشن بالضبط، هنمشي على نفس الخطوات. نفترض إنه الـ A أقل من الـ 5 سنتي التوبينج سلاب، الـ Compressive Strength الـ C زي ما تعلمنا بتساوي 0.85 FC برايم B Effective في A، فبنعوض في الأرقام الموجودة عندنا 0.85 الـ FC برايم 300 الـ B Effective 50 في A على 1000 عشان أحولها لطن، وبطلع عندي 12.75 A طن. طيب الام يو اللي هي بتساوي فاي في ام ان، الام ان تاعتنا بنعرف انه بتساوي سي في دي ناقص اي على 2، هذا المومنت الحاصل عندي زي ما تعلمنا في التي سيكشنز. فبعوض الام يو قديش قيمتها عندي، طلعتها من الشيء البندنج مومنت دياجرام، 0.85 طن تساوي 0.9 قيمه الفاي في السي طلعناها قبل شوي 12.75 اي، بنقسم على 100 عشان تحويل الوحدات زي برضو ما تعلمنا. في دي عندنا حسبناها 18.8 ناقص اي على 2. لقيت انا بعمل معادلة تربيعية بدلالة الاي، بطلع عندي المعادلة التربيعية اي تربيع ناقص 37.6 اي زائد 14.81 يساوي صفر. بنحل المعادلة التربيعية هذه زي ما تعلمنا سابقا، تطلع عندي قيمة الاي 0.398 سنتي. اذا الفرضية اللي احنا فرضناها ان قيمة الـ A اقل من 5 سنتي، فمن الـ Equilibrium الـ C بتساوي الـ T، الـ C صارت معروفة عندي 12.75 A، الـ A هاي جبناها من المعادلة السابقة 0.398، بنضرب 12.75 في 0.398 فبتطلع عندي قيمة الـ T بتساوي 5.075 طن. زي ما بنعرف انه الاريا ستيل بتساوي التي على الاف واي، مش التي حكينا بتساوي اريا ستيل في اف واي، اذا الاريا ستيل بتساوي التي على الاف واي فبتطلع لنا الاريا ستيل. التي صارت معروفة عندي بالطن، بضربها في 1000 عشان احولها لكيلو جرام، في 5.075 في 1000 على الاف واي 4200، بطلع انا محتاج 1.21
سنتيمتر مربع حديد تسليح سفلي كأريا ستيل. عشان أحوله لأقطار أنا بدي أختار فايض 10 مثلا بدل فايض 12، بروح بقسم على مساحة السيخ الفاي 10 اللي هي 0.79، وبقسم 1.21 على 0.79، بيطلع عندي أنا محتاج تقريبا 2 فاي 10 مليمتر لكل ريب. أنا لو بدي أستخدم طريقة الموازين بمشي السيخين على طول الاسبان تاع الرب، لو بدي استخدم الحديد المكسح بعمل سيخ مستمر وبخلي السيخ الثاني مكسح بحيث يطلع عندي في الحديد العلوي زي ما حنشوف في الرسمة كمان شوي. هيك احنا صممنا البوزيتيف مومنت. هلقيت بدنا نروح نصمم النيجاتيف مومنت تاع الرب بالحديد العلوي، قلنا بدنا نصممه كريكتانجولار سيكشن. النيجاتيف مومنت، سينس فاكتور نيجاتيف مومنت كرييت كومبريشن ان ذا ويب، ذا سيكشن ات ذير كورسبوندينج لوكيشن ار تو بي ديزايند از ريكتانجولار سيكشن. طيب قديش الام يو باخذها من البندنج مومنت دايجرام؟ بلاقي اكبر قيمه عندي 1.13 طن متر. بنروح مباشره على معادله الرو. الرو اللي عندي موجودة 0.85 اف سي برايم على اف واي في 1 ناقص جذر 1 ناقص 2.35 × 5 ام يو على 0.9 بي ويب في دي في اف سي برايم. بنعوض بكل المتغيرات اللي عندي، بتطلع الرو داخل الرب 0.00915. طبعا هنا لازم نقارن احنا بالرو مينيمم. الرو مينيمم اللي موجودة عندنا في الأسقف قلنا قديش 0.0018. إذا لقيت الرو تاعتي هنا أقل من 0.0018 فبروح بستخدم 0.0018. هنا الرو عندنا 0.0915 وبالتالي أكبر من الرو مينيمم. بروح بحسب من الرو الأريا ستيل، تساوي رو في بي في دي، بيطلع عندي 1.72 سنتيمتر مربع. 1.72 لو انا بدي استخدم فاي 10 بيطلع عندي اكتر من 2 فاي 10، فاروح بروح بستخدم 1 فاي 10 و1 فاي 12. الفاي 10 السيخ الواحد مساحته 0.79 والفاي 12 مساحته 1.13، بيطلع المجموع عندي 1.92 اللي هو اكبر من 1.72، فانا بستخدم سيخ فاي 10 وسيخ فاي 12 في الرب في التسليح العلوي تاع الرب عند المومنت اللي قيمته 1.13. بنروح بنصمم بنفس الطريقة لقيمة المومنت 0.89، بكون محتاج انا 2 فاي 10، وعند قيمة 0.77 بكون محتاج 2 فاي 10. الرو زي ما احنا شايفين لحتى الان اكبر من 0.0018، وبالتالي بستخدم الرو اللي بتطلع عندي. لكن لو لقيت الرو اقل من 0.0018 بستخدم 0.0018. طبعا بغض النظر عن قيمة الرو اللي بتطلع عندي، ممنوع يقل عندي تسليح الرب في البوزيتيف وفي النيجاتيف عن 2 فاي 10. يعني قد ما يطلع عندك الرو ما تقللش تسليح الرب عن 2 فاي 10. هلقيت بضل عندنا خطوة الرسم التسليح. طبعا هذا التسليح اللي انتم شايفينه لون رب من السقف، كل رب لازم يكون في هذا التسليح اللي احنا شايفينه. هاي عند قيمة النيجاتيف مومنت اللي هان، انا كنت محتاج 1 فاي 10 و1 فاي 12 عند النيجاتيف مومنت، فبالتالي هاي 1 فاي 10 1 فاي 12 اللي جاي من تحت عملته سيخ مكسح وطلعته لفوق، هاي سيخ فاي 12، بحط له كمان 1 فاي 10 بطلع عندي 1 فاي 10 و1 فاي 12 عند النيجاتيف مومنت. عند البوزيتيف مومنت اللي هان انا كنت محتاج 2 فاي 10، لكن هان عشان النيجاتيف مومنت محتاج فيها 1 فاي 12 فحطيت 1 فاي 12 و1 فاي 10.
لو انا بدي استخدم طريقة الموازين واحط القيم اللي طلعت عندي، خلينا نستخدم قيم بطريقة الموازين افضل، لانه طريقة المكسح خلينا نقول بطل حد يستخدمها. نروح على قيم المومنت ونشوف، هاي اكبر قيمة مومنت بوزيتيف اخترت لها 2 فاي 10، اذا كل قيم الحديد السفلي 2 فاي 10، الحديد العلوي عند قيم القيم 2 فاي 10 ما عدا الاسبان الاول، بدي 1 فاي 10 و1 فاي 12. فانا ممكن ارسم حديد التسليح بهذا الشكل، الحديد السفلي هاي بدي هنا سيخ 1 فاي 10 او 2 فاي 10، انا بحط 2 فاي 10 هذا سفلي، وهنا 2 فاي 10 وهنا 2 فاي 10 وهنا 2 فاي 10، او لو بجيب سيخ واحد طوله 12 متر اذا لقيته كافي بمد السيخ من الاول للاخر، لكن خلينا احنا نمشي على كل سبان نحط 2 فاي 10، هذا حديد سفلي 2 فاي 10. طبعا الحديد السفلي لازم يستمر من السبورت للسبورت زي ما حكينا في المحاضرة السابقة. بالنسبة للحديد العلوي هذه القيمة بحط التسليح تاع السيخ، هذا السيخ بحط عليه 1 فاي 10 زائد 1 فاي 12، وهذا التسليح انا بحط 2 فاي 10 وانا بحط 2 فاي 10. بكون هيك انا عملت طريقة اللي هو الموازين بالطريقة هذه. طريقة المكسح انا اضطريت اضيف سيخ فاي 12 هنا عشان اعوض 1 فاي 12 اللي بده يطلع فوق، وبالتالي صار في عندي تسليح زيادة، هن صار في 2 فاي 12 فوق، انا مش محتاج 2 فاي 12، انا محتاج 1 فاي 10 و1 فاي 12، وبالتالي طريقة الموازين طريقة افضل. بالطريقة اللي صممنا فيها هذا الريب احنا بدنا نروح لمشروعنا ونختار الريبس اللي موجودة عندي. انا ممكن الاقي انه السقف تاعي لو في اعتبرتها انا درج، ممكن اعتبر الريب اللي مستمر على طول هذا بعتبره وان ريب، وباخذ السبور تاعته كوان ريب، بروح بختار كل السبور الريبس اللي بتمثل لي السقف تاعي. هذا الريب بيمثل المسافة من هان لهان، طب هذا الريب بيمثلش المسافة من هان لهان، المسافة المتبقية، بروح باخذ الريب اللي بيمثل لي هذه المسافة. فانا بدي اصمم هاي وان ريب وهاي تو ريب. طيب هذا الريب هل بيمثل المسافة هذه؟ هل هو شبه الريب اللي هان؟ اذا شبهه بخلص بعتبر انه هذا الريب بيمثل المسافة هذه بالاضافة للمسافة هذه. فانا بصمم هذا ريب 1 وبصمم هذا ريب 2، بكون انا عندي 2 ريب بيمثلوا السقف كله بصممهم. في بعضكم حيطلع عنده 1 ريب بيمثل السقف كله، في البعض حيطلع 2 ريبس بيمثلوا السقف، في ممكن يكون 3 ريبس حسب شكل السقف عندك. فانت بدك تصمم كل الريبس اللي بالاخر بتعمل لي مجموع كامل الريبس اللي موجودة داخل السقف، بصممها وبحط تسليحها، وبالتالي بكون انا صممت السقف بشكل كامل، وهذا مطلوب منكم ان شاء الله في الهومورك رقم 7. هيك بنكون احنا خلصنا المحاضرة، يعطيكم العافية وبنشوفكم في محاضرة قادمة ان شاء الله.